جدا قوي. وبعدين تكمل حضرتك طرح فكرتك. معانا على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. مساء الخير يا كابتن الحاج عامر. حاج عامر الو يا ابو كباتن، ازيك يا حاج عامر؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. يا كابتن تحياتي وتحيات كابتن ابراهيم وكابتن حشيش وكابتن احمد بلال لحضرتك. بسلم على كل النجوم اللي معاك زي حضرتك. يعني الله يكون في عونك. انا عارف كويس قوي انت يعني كل سنه اقول لك اللي جاي احلى اللي جاي احلى. هو الاحلى ده ما بيجيش ولا ايه؟ والله حضرتك عشان دايما بتحب تخش في تفاصيل الشغل والخبايا وبتبقى ضايق جدا. عارف كل المشاكل، وكنا دايما بنوعد ان احنا السنه اللي جايه هتبقى اسهل. انما كل سنه بيطلع لنا حاجه للاسف يعني. ويمكن الموسم ده بقى الاتحاد الافريقي كان فعلا قال من سنتين ان هو هيغير النظام بتاع امم افريقيا للمنتخبات، وده احنا كان نفسنا فيه طول عمرنا. والانديه انها تلعب في شهر 8 وتخلص 5 زي العالم كله عشان فترات القيد تتصلح معانا. ما فيش قيد يخش على قيد ولاعيبه بتمشي في دوري المجموعات. بس للاسف بقى لما عملوها عملوا الاثنين في موسم واحد، يعني عملوا الابطال الدوري والكونفدراليه مع امم افريقيا في شهر 6 في نفس الموسم، ودي طبعا صعب جدا مع البطوله العربيه اللي ما كانتش موجوده، كان مجمعه في الصيف. بعد دلوقتي برضو ذهاب وعوده في نفس الموسم نفس التوقيتات. فكل مده طبعا صعبت الامور جدا يعني. اوكي، والسنه الانتقاليه ديت يعني ممكن تبقى السنه الجايه او اللي بعدها، لكن السنه دي ضغط مباريات رهيب جدا. انت زودت بطوله، يعني السنه اللي فاتت كنت بتعاني من ضغط مباريات، السنه دي زادت لك بطوله كمان، يعني او بطولتين مش بطوله واحده كمان. بطوله خاصه بالمنتخبات. البطوله العربيه والبطوله الجديده اللي هي هتبدا افريقيا 11 قبل ما تنتهي البطوله اللي شغال فيها الاهلي والمصري حاليا. طيب لما نتزنق قوي كده تسيبنا وتمشي، انت ليه عايز تمشي؟ ليه بتتكلم في استقاله وبعد؟ ليه؟ والله يا كابتن سيد انا بستحمل كل حاجه، بس تيجي في وقت بتبقى التصاريح التصريحات اللي بتطلع من مسؤولين. انا هقول يعني لموضوع النادي المصري. النادي المصري في مجلس النواب وطلعوا تصريحات ان المصري خلاص اخذ الموافقات الامنيه والمصري هيلعب في بورسعيد، وبدايه من يوم 8 هيبقى المباريات كلها في بورسعيد بتاعت النادي المصري. لما تكون بقى قبلها بيوم قبل مباراه النادي المصري مع نادي الجزيره المطروح، مع احترام النادي الجزيره المطروح القسم الثاني والتصاعدين من القسم الثالث، يعني المباراه مش هيبقى فيها 200 واحد، ويجي لك رفض قبلها بيوم. طبعا كانت صدمه بالنسبه لي، لان النادي المصري اصلا يعني زي الاهلي، ما عندوش ارتباطات زي الاهلي، ان الاهلي مشارك في اثنين البطوله العربيه كمان مع ابطال الدوري، انما المصري برضه عنده مؤجلات كتير. صحيح. لما يجي لك مباراه زي ديت بتعطلك كتير. النادي المصري عنده مباراه يوم 24 مباراه العوده مع فيتا كلاب 24. انت عندك بالنسبه للمصري الدنيا مزنوقة، كنت ممكن ألعب دورين للنادي المصري، لو فاز يلعب الدور اللي بعده في الفترة قبل ما يلعب يوم 24. إنما بيجي لك قبلها بيوم كده ويقول لك لا مفيش لعب بورسعيد. مفيش اسكندرية، يقول لك استاد الجيش في إصلاحات والمصري ما لعبش كمان في اسكندرية. كل ده كمان جمهور بورسعيد، الناس تطلع تديهم تفاؤل تطمنهم إن المباراة المحلية رجعت بورسعيد. فطبعا طب لو الامن موافق ومجلس النواب موافق يبقى احنا بقى اللي مش موافقين، يعني احنا السبب. بس انت بيطلع لك تصريحات برضو من اتحاد الكره، تصريحات بتبقى يعني لا هي ادوارها ولا هي اختصاصاتها يا حاج عامر، خلينا برضو نكون يعني منصفين في الطرح. يعني في ناس بتطلع تصريحات مش بتاعتها ولا ادوارها ولا اختصاصاتها في اتحاد الكره. ما هو ده للاسف ده اللي زعلني، وده اللي خلاني اكلم المهندس هاني وقلت له انا استحمل كل حاجه، وبقالي 7 سنين بستحمل كل حاجه، انما لما يبقى من جوه الاتحاد احنا بنطلع تصريحات. التصريحات ديت احنا ما عندناش حاجه موافقات رسميه. صح، ونسبق بالكلام دوت دي بنجيب لنا احنا الكلام اصلا يعني. وبعدين انا المفروض تبقى الامور واضحه، انا اجي للنادي المصري الامن مش هيلاعبك السنه دي في الدوري مباراه محليه، خلاص الموضوع خلاص انتهى. قرار. انما نقعد نديهم تفاؤل ونديهم امل ونديهم وبعدين ناجل اسبوع. طب الاسبوع اللي جاي واقعد انا بقى طول الاسبوع دوت اقعد اتحايل على النادي المصري عشان يروح يلعب، واقعد اتحايل على الامن، واتحايل على اصحاب الملعب. لا مش هنرجع تاني الموضوع من 4 سنين كنا لاعبين مباراه بمباراه صحيح طايم بطايم لا عدينا المرحله ديت والدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله الرحمن. تجيلي التليفون احنا قلنا خلاص الامور عدت، والموسم اللي فات عدى كله على خير الحمد لله. وخلصنا شهر 5 قبل كاس العالم، الناس متخيله ان احنا نخلص شهر 5 هنبدا بقى على جديد وموسم حلو،
انما احنا كده بنرجع للخلف وما بنتقدمش، الامور صعبه جدا. لا يبقى كل واحد يقول اللي هو اللي في اختصاصه بس، يعني لجنه المسابقات وتحديد التواريخ والمواجهات اعتقد انها خاصه بلجنه المسابقات، اي حاجه فيما يخص ده حتى لو عندك معلومه ولا حاجه ارجع للجنه المسابقات عشان الدنيا تبقى دايما سليمه 100%. اخد حضرتك لنقطه مهمه جدا، حاج عامر امبارح كان معانا يعني كابتن ياسر الكناني يعني المدير الفني لنادي المنصوره، وقال ان القرعه ساعات بتبقى يعني بتلاعب الانديه القسم الثاني وبيتكلفوا تكاليف هم مش قدها شويه وبيقابلوا القسم الاول في الدوري الممتاز، كان له تحفظ على كده، اشرحها لنا برضه حضرتك سريعا. حضرتك عارف ان مشكله الملاعب مشكله كبيره جدا، عشان تجيب موافقات كابتن ياسر الكناني بيتكلم على ايام ما كان بيلعب في المنصوره وكان كل الانديه الكبيره بتروح تلعب في المنصوره. ده توضيح مهم، ده توضيح مهم، اتفضل. والبيوت حواليها والمساكن حواليها والدنيا عادي مفيش مشكله. ده احنا اصلا ملعب المقاولين مش عارفين نلعب فيه مباريات بتاعت النادي الاهلي ونادي الزمالك. الكليه الحربيه ممنوع الفرقتين يخشوا. يعني انت في نفس القاهره بقت محدده، الملاعب بقت اقل شويه. دلوقتي بيمنعك منها انك تلعب في المباريات الكبيره. فانا عشان اعمل 16 مباراه منهم 14 من انديه القسم الثاني، هروح الاعب مثلا نصر الفكريه مع الاسماعيلي اعمل قرعه واروح يلعب في نصر الفكريه؟ ولا اقعد ادور على ملعب واجيب موافقات اخد فيها 10 ايام 15 يوم وانا هلعب بعد 8 ايام؟ صحيح، امور صعبه جدا. طبعا ده توضيح مهم جدا، ده توضيح مهم جداً. لو انت بتتكلم في الدنيا متاحه قوي ممكن تلعب في استاد المحافظه مثلا لو الدنيا متاحه شويه، يعني لو الدنيا لا اقصد زي زمان، يعني زي زمان لو الدنيا استاد الفيوم استاد الفيوم نفسه مقصر بقاله سنتين ما بيلعبش عليه. صحيح صحيح صحيح. فمين هيوافق على المنصوره وشبين والنص الفكريه؟ يبقى على الجميع، بس على الجميع ان هو يبقى يعني مدرك المرحله اللي احنا فيها. احنا خدنا خطوه واسعه قوي واحسن كتير جدا من اللي فات، فعلى الجميع ان هو برضه يعني يبقى مدرك شويه الفتره اللي جايه والدنيا كلها تمشي عشان الدنيا تبقى. ايه يا كابتن سيد ان هم بيطلعوا يتكلموا على ان هم مش عايشين معانا. يعني ده اللي انا بستغربه، يعني هم شايفيننا شقيانين. عارف الاقي ملعب لمباراه مصر على الجزيره المطروح. ايوه صح. ويطلع يقول لك اعمل قرعه مش عارف ايه، نمره 2 انديه الدوري الممتاز. يعني كابتن ياسر الكناني ما دام بيتكلم في المواضيع كلها. الدوري الممتاز بتلعب من غير لعيبه المنتخب. صحيح. اللعيبه الدوليين. وده برضو مساعده، خلي بالك هي مش قانونيه بس مساعده، يعني انت بتاخد قرار عشان تضيق الوقت، هتلاقي الميعاد ده فين تاني مش هتلاقيه. طبعا ما انا بقالي 3 سنين انا ماشي الدور 32 كده. طب الدور ايه اللي بعمل كده؟ اتفضل. انا بلاعب انديه الدوري الممتاز في ملاعبها الكويسه. في غيابات. حاجه قدام حاجه. في غيابات صح، بتوزنها. طب الدور 16 محدد ليه امتى يا حاج عامر؟ ان شاء الله نبدا من يوم 23 ان شاء الله. اكتوبر. اوكي، حاج عامر حسين اشهد لك شهاده، يعني مش مساله حاجه كده عشان انت معايا على التليفون، حق ربنا الراجل ده يعني لو في واحد تاني في المكان بتاعه ده في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول كان زمانه لمس اكتاف على طول. ده الامور صعبه جدا. جاب لمس اكتاف. الامور صعبه جدا لان كذا طرف متداخل فيها، اتحاد الكوره والامن والنوادي والملاعب كتير. والملاعب فاطراف كتيره داخله فيها، الله يكون في عونه ان هو بيقدر يظبط الحاجات دي كلها. ربنا يخليك يا حاج عامر، الف شكر. شكر جزيلا يا حاج عامر. شكرا جزيلا ليك حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره. اتفضل يا كابتن. تكمله برضه سيد على